الوقفة الاحتجاجية ديال اليوم ديال 28 فبراير 2023 جات بعد واحد المحطة نضالية طويلة. كما كتعرفوا الكلية حلت الأبواب ديالها في 2016 سبتمبر 2016 تركريتات لبخوميير بروموسيون. عامين من بعد ركريتينا لبخوميير بروموسيون ديال ليزانترن و ليزيدون. من نهار بدينا في الكلية وحنايا كنتسناو افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي ديال سوس ماسة. نحن على مشارف خروج أول دفعة ديال الطلبة ديال الأطباء العامين والأطباء الاختصاصيين في هذه الكلية، وما عندناش مستشفى جامعي. حنايا كنديروا هذه الوقفة لحقاش أنه واحد الظروف العمل الوزرية في المستشفى خاصة ما كاينش الإمكانيات ديال التكوين الطبي البيداغوجي، ما كاينش حتى المستلزمات اللازمة للعمل الطبي، يعني لا براتيك ميديكال الإطار المفهوم العام ديالها ما كاينش. ما عندناش ما كاينش الدويات، ما كاينش المستلزمات البسيطة ديال عمل الطبيب، فبالأحرى المستلزمات اللي خصنا نكونوا بها أطباء المستقبل. حنا عندنا غير على هذه المنطقة، عندنا غير على الصحة والمستشفى العمومي، بغينا أن الناس المسؤولين يتحركوا باش هاد الناس اللي كنكونوا حنا براسنا نلقاو واحد الظروف ديال العمل لائقه. لا يعقل اننا في القرن 21 ومازال حنا كاطباء باش نكونوا الطلبه ديالنا من التكوين خصنا نشريو بزاف د الحوايج من جيبنا. وغير حتى البارح الناس كيشريو الاطباء كيشريو ليغون باش يقدروا يديروا شي حاجه، يقدروا يخدموا، شريو حتى الريشات ديال البوله باش نشوفوا المرضى ديالنا واش عندهم مضاعفات ديال داء السكري على مستوى البول. هادشي ماشي معقول. جينا لهنايا من كليات اخرين لحقاش حنا بغينا واحد الكليه واحد المستشفى عمومي في المستوى. الحاجه الثانيه عندنا مشاكل اخرى في الشق البيداغوجي، كاين واحد المزاجيه في التسيير، كاين واحد الامور اللي باينه ما نهضروا عليها ولكن للاسف مازال ما تصلحتش لحد الان. اذا هذه الوقفه الاحتجاجيه جات باش نقولوا للناس المسؤولين احنا بغينا واحد الاطار ديال العمل يليق بمستوى هذه الجهه ويليق بمستوى طبيب المستقبل المتخرج من كليه الطب والصيدله باكادير، سواء طبيب عام او طبيب اختصاصي. الان ما كاينش تجاوب ديال المسؤولين مع المطالب ديالنا، ومن بعد راه ضروري غادي ندخلوا في محطه نضاليه تصعيديه باش نحققوا هذه المطالب. لحقاش حنا ما كنطلبوش شي حاجه اللي ماشي معقوله، كنطلبوا ان دور في العمل ديالنا تحسن. بغينا ان الانسان طالب سواء اللي غادي يتخرج في الطب العام او الطب الاختصاصي اللي يتخرج يقول وبفخر انه تخرج من كليه الطب والصيدله باكادير.